06-12. في مفاجآت تانية لسه معرفهاش يا لقاء؟ مفيش يا أستاذ. هي بتقول يا متر إن هي كانت مضغوطة ومش مركزة ودماغها يعني في الخلاط. آه والله؟ مش أنا قلتلك؟ يا جماعة يا جماعة خلونا في الرقم والنبي. معلش يا لقاء، يعني هو إيه اللي يخلي ندى تبعتلك أنت بالذات الرقم ده قبل ما يحصل اللي حصل؟ مش عارفة، والله العظيم لو كنت أعرف كنت قلتلكم، هخبي عليكم ليه؟ يعني الوحيدة اللي تعرف في المستشفى بين الحياة والموت. إن شاء الله يا متر تخف وتفوق وتحكي لنا على كل حاجة. وجايز ما تخفش، ما ينفعش نعتمد على الكلام ده خالص، لازم ندور بنفسنا. ندور على إيه بس؟ هو رقم زي ده ممكن يبقى معناه إيه؟ حاجات كتير. بس المفروض إن أنت تعرفي ندى كويس يعني. فلو يعني عصرنا مخنا شوية ممكن نفتكر حاجة. مش فاكرة أي حاجة. مش فاكرة ولا مش عايزة تقولي؟ انت تقصد ايه؟ لا لا لا، ما يقصدش حاجه طبعا، يعني هو قصده بس يعني شغلي مخك كده شويه معانا، يعني جايز تكون حكيت لك حاجه، لمحت لحاجه، جايز لما تمسك الرقم كده وتصلي على النبي وتستهدي بالله تفتكر اي موقف حصل بينكم، ده قصده يعني. مش فاكره، دماغي هتنفجر. طيب خلاص يا لقاء، هنحاول نصدقك برضو. مجيتك لينا بالمعلومه دي بتقول انك بتحاولي تساعدين. ماشي تمام. وانا اوعدكم ان انا لو افتكرت او عرفت اي حاجه هاجي اقول لكم على طول. يا ريت فعلا تبقي تبلغينا. اعتبريني يا ستي المحامي بتاعك، متشكرين جدا على التعاون ده. في ايه يا استاذ لطفي؟ انت بتتريق عليا ولا ايه؟ في ايه؟ حرام عليك، انا الدنيا بتلف بيا مش حاسه بنفسي. صحيح، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. ايه يا متر بس؟ يا استاذه. ولا استاذه ولا زفت. ثانيه بس، استهدي بس. يا استاذه. في ايه يا متر؟ ما بيشوش على البنت، هي موظفه عندك. زيرو ستة 12. ازيك يا لقاء؟ ازيك يا رياض، انت عامل ايه؟ كويس، روحت البيت خدت دش واطمنت على ميرال وجيت سهران مع ندى من امبارح. ربنا يقومها بالسلامة. الدكاترة بيقولوا صعب بس كل شيء جايز، مين عارف؟ ان شاء الله هتقوم. انا حاسة اني في كابوس من ساعة اللي حصل ده، نفسي افوق منه بجد. ما توقعتش انك هتيجي وتزوريها. كله إلا الواجب يا رياض، أنا هنا بعمل الواجب زيك بالظبط. بس أنا ندى عمرها ما أذتني يا لقاء. ولا أنا عمري أذيت حد، وأنت أكتر واحد عارف الكلام ده كويس. أنا ما أقصدش أتهمك لا سمح الله، الحكاية اللي ما بيننا خلصت بسرعة، إنما حكايتك مع ندى لسه ما خلصتش. لا خلصت، أول ما رجعت شغلي وقعدت على مكتبي كل حاجة بالنسبة لي خلصت. معرفش بقى هي بالنسبة لها إيه. هتفوق يا لقاء وهتقول. لو عوزت حاجة ابقى كلمني. هو رقمي لسه معاك ولا مراتك خلتك تمسحه؟ معايا. كويس.